سارة. ماليش. طيب انا هقوم امشي دلوقتي عشان عندي مواعيد كتير قوي، بس الازازه بتاعت النهارده كانت ايه، كانت فظيعه والجو كان تحفه. ممكن تسكت وملبس وانت ساكت. سارة انت في ايه؟ انت مش طبيعيه النهارده، وانا ضايقتك في حاجه؟ من فضلك يا نور، مش قادره اسمع صوت. انت مستنيه حد؟ خليك قاعد هنا، ما تطلعش بره. ازيك يا سارة؟ انت فين؟ انا هنا. وحشتيني. وانت كمان قوي يا بابا. انت كويسة؟ انا كويسة. انا كمان كويس جدا. ايه الابتسامة اللي مالهاش معنى دي؟ ليه بتقول كده؟ سارة، انت فاكرة لما قلتلك اني بقيت اشرب كاس واحد في اليوم وبالليل؟ فاكرة. طيب بقى كاس واحد كل يومين ثلاثة. أنا مبسوط جدا من نفسي. برافو يا بابا. ومالك بتقوليها كده وأنت مش مبسوطة؟ لا والله أنا مبسوطة جدا. أيوه كده بابا. أيوه. هو أنت كنت جاي عشان تقولي كده بس؟ أيوه. دي حاجة كبيرة جدا مش صغيرة. لأني قدرت أسيطر على نفسي ونجحت إني أتحكم فيها أكتر من الأول بشوية. لأني كنت بستنى الكاس بتاع بالليل ده، فبقيت استنى بالليل ده بفارغ الصبر. كان لازم اكسر ده جوايا وقدرت. ابوك شاطر مش كده؟ كده. وانتي كمان شاطره. في ايه يا سارة؟ بقول لك اطلع بره. هو انا عملت لك حاجة؟ اطلع بره، انت ايه اللي جابك اصلا؟ انت ما بتفهمش؟ خلاص هسيبها لك وماشي. بره! بره! جاتك القرف! فهمتيني يا عزيزه؟ ايوه. هاتي يا اختي الرز ده. يعني لو ما تقعدي يا ست اللي اسمك فتكات، انت روشتينا بقى. الله، بتقعدي يا فتكات، هتزعلي الاستاذ مننا. طب حاضر يا ست عزيز. هو زمان الناس بتتفرج علينا دلوقتي في التلفزيون؟ زمان ابو احمد شايفني يا اختي. ده لو ابو احمد عنده تلفزيون اساسا يبقى يشوفك. تسيطري يا عزيزه بقى. تسفتينا يا شيخه. ابو احمد يا سارة. الو. بقول لك ايه، اتفرجي على الحلقة النهاردة عشان هتكون حلقة مسخرة. حاضر. مال صوتك؟ مفيش. لا بجد في حاجة؟ مفيش حاجة. طيب انا هخلص وعدي عليك. اوكي باي.
فتحي معلش انا اروح مشوار، ممكن نشيل عني الفقره دي؟ حاضر يا استاذ، في حاجه؟ لا لا مفيش، كله خير. ده الرننج اوردر. طب يلا باي باي يا جماعه. خير يعني؟ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد خد باله فيكم انه لما بيقول الجمله دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انه يكون فعلا بيعنيها؟ يعني يقصد ان السلام يحل على المكان ورحمته وبركاته؟ من غير ما نفكر لا طبعا، ده احنا ساعات بنقول السلام عليكم وبعد كده نرجع نشتم الراجل اللي احنا سلمنا عليه. ما علينا، النهارده وبناء على طلب الجماهير في الرسائل اللي جات لنا جبت لكم عزيزه. اهلا بيك يا عزيزه. اهلا بيك يا غالي. يا سلام، شفتوا قالت لي ايه؟ اهلا بيك يا غالي، وهي فعلا تقصدها يا غالي. غصب عن ام الكل غالي، امال ايه؟ خلاص خلاص يا عزيزه، قلبك ابيض. ها هتعملي لنا ايه النهارده يا عزيزه؟ النهارده هدوقك واعمل لكم المحشي بكل انواعه. الله الله الله، احكي لنا حكاية المحشي يا زوزو. ده حكايته حكاية. اولا اسمه ظلمة، والكلمة دي تركي عراقي. يا سلام. بمعنى ايه؟ الجنينة المليانة تلاقي النسوان من دول جايبة كل انواع الخضار وبتحشيها وتخليها كده في صينية بسم الله ما شاء الله وتبقى مليانة. من هنا كلمة الجنينة الايه؟ المليانة. المليانة. انا بحب في عزيزة قوي انها بتحب الحاجات اللي بتعملها ودايما عندها معلومات عنها، يعني الموضوع مش جاي اعتباطا كده ولا كلش كان، لا. قولي يا ست الكل، قولي. عايز اعرفك بقى بفتكات بتلف العنب، اجدع واحدة تلف العنب، بتلفها اكتر من السيجارة اللي بتلفها الزين. اهلا اهلا مدام فتكات. وعقيلة بتعمل كرومب، اشطر واحده في الحته، نمره واحد. اهلا اهلا يا ست عقيله. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا اهلا. نقول بقى المقادير. اتفضلي. هنجيب نص كيلو مفروم او كيلو على حسب العيله يعني. كوبايتين رز، بصله كبيره حلوه كده، شبت، بقدونس، كزبره، فصين توم، وما تكتروش عشان بينفخ. حلو الكلام؟ حلو. وبعدين تروح مقلبينها ايه على بعض. حلو. يلا يا وليه منك ليها، قلبوا قلبوا الخلطه اهو، وريهم الشطاره اهو. حاضر يا ست عزيزه، ادينا بنسهل اهو. وعقبال ما عزيزه وضيوفي الجمال يجهزوا لنا خلطه الحشو، عايز اقول لكم انا سبت الخارجيه ليه؟ لان اكتشفت اني مش سياسي، اني ما بعرفش. السياسه مش انك تكذب، السياسة انك تخليني اصدق حاجة وانت عارف ان هي مش هتحصل اصلاً.